زي ما قلت لحضراتكم هناك البعض بيحاول ان هو ياخد الاعلام او ياخد اتجاه الاعلام ان النادي الاهلي خسر الدوري، وده كلام غير منطقي. زي ما قلت لحضراتكم دايما يطلعوا يقول لك ايه، هات اللائحه عشان نشوف تعادل النقاط. انا قعدت افكر هو ايه ده، هو لسه 10 ماتشات، مش ممكن انا لا قدر الله يحصل لي تعادل او لا قدر الله حاجه تانية. الانديه اللي بتنافس النادي الاهلي، نادي الزمالك وهو بينافس النادي الاهلي ممكن يخسر، ممكن يتعادل، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. الحاجات دي تتجاب في الاخر لما نيجي نتكلم عن من هو بطل الدوري اذا تساوى الفريقين. فانا شايف ان لا، الاتجاه بياخدك، او بعض ما لا يشجع النادي الاهلي بياخدك في هذا الاتجاه، ولكن وعي جمهور النادي الاهلي وثقة جمهور النادي الاهلي في لعيبتهم. النهارده الناس قاعده دمنا محروق، متضايقين جدا، زعلانين جدا، وزعلانين من بعض اللاعبين. انا مش هقدر اقول غير كده يا جماعه، لان دي الحقيقه. لكن في النهايه ثقتنا كبيره جدا جدا في اللاعبين، ثقتنا كبيره جدا جدا في الجهاز الفني. النهارده بيتسو موسيماني عمل 3 تغييرات، فكرونا بحاجات قديمه، بحاجات حلوه. انا مغلوب 2-1 العب باربعه راس حربه وأمن الدفاع بشكل أو بآخر. يعني لأن احنا كان بيحصل، لو حضراتكم تتذكروا مباراة الاتحاد السكندري والأهلي أعتقد 2006 أو 2005، أنا عارف برجعكم زمان قوي، ولكن نفس كان النادي الأهلي ساعتها مغلوب 2-0 لغاية الدقيقة 35 أو 37 من الشوط الثاني، وكسبنا 3-2 بفضل تغييرات مانويل جوزيه في ذلك الوقت، لو تتذكروا هذه المباراة. ولعبنا وفي 2 بس اللي وقفوا ورا. النهارده بيتسو موسيماني عمل التغييرات دي، بيتسو موسيماني راح لهذا الشكل عشان يكسب هذه المباراة. هو ده النادي الأهلي. لعبنا بثلاثة مهاجمين النهاردة، مروان وشريف وبواليا وعلي معلول من ناحية الشمال الأوبر عالمي، ومن ناحية اليمين حسين الشحات بيجيب جون. هو ده الكلام اللي كان بيحصل في آخر ربع ساعة أو آخر تلت ساعة، إزاي أقدر أضغط على الفريق اللي قدامي عشان أكسب هذه المباراة. فالحقيقة منتهى السعادة، وفخورين جدا باللاعبين دول، وفخورين جدا بالجهاز الفني. عندنا أخطاء؟ طبعا عندنا أخطاء، 1000000% عندنا أخطاء، وعندنا جهاز فني في نفس الوقت بيساعد الفريق.